الحكاية بتقول إن زوجة حبت تختبر جثة تشوفه بيخونها ولا لأ، قامت كتبت له رسالة وحطتها على المنضدة أو على الترابيزة اللي في الصالة، وكتبت له أنا عرفت إنك بتخوني وأنا لميت هدومي وماشية وراها عند أمي ولازم أسيبك وأبعد عنك ولازم نتطلق. وقامت استخبت عشان تشوف جثة لما يرجع من بره هيعمل إيه. رجع الزوج قعد ينادي عليها ملقاهاش، دخل يمين شمال ملقاهاش، قام بص على الترابيزة لقى الرسالة، قرا الرسالة وبعد شوية راح مطلع التليفون من جيبه ومتصل برقم غريب وقال الو ايوه يا حبيبتي جهزي نفسك انا خلاص جايلك، مراتي سابت البيت ومشيت وانا جايلك. خرجت زعلانه جدا ومتضايقه جدا، ازاي ده فعلا بيخوني، ازاي الكلام ده. وهي بتلم فعلا شنطه هدومها وماشيه بصت على الترابيزه، لقيت الرساله اللي كانت سايباها مكتوب عليها الرد من ورا ومكتوب فيها زوجاتي الغبيه انا شفت رجليكي تحت السرير، قومي بلاش عبط انا رايح اشتري غدا وراجع. نفهم من الحكايه دي ان مبروم على مبروم ما يرولش. الحكاية بتقول ان كان في زوج اشتكى لزوجته انه مش قادر يحفظ القرآن بالكامل، قال لها انا مش عارف احفظه طب اعمل ايه. زوجته اقسمت وقالت له لو حفظت القرآن في خلال سنة هجوزك زوجة تانية. الزوج فرح جدا وبسرعة فضل يحفظ في القرآن لحد ما خلص القرآن وحفظه في 6 شهور، وراح لمراته فرحان جدا وقال لها خلاص يا حبيبتي انا حفظت القرآن بالكامل، انا عايز اتجوز بقى الزوجة التانية زي ما انت قلتي لي. الزوجة قالت له اسكت مش انا هصوم 3 ايام على اليمين اللي انا حلفته. اخد تليفونه وبسرعه اتصل بصاحبه، قال له امي مريضه ومعيش فلوس اجيب لها العلاج ومحتاجه اجيب لها العلاج بسرعه لانها تعبانه جدا. صاحبه قال له طب بص تمام ساعه كده واتصل عليا. بعد ساعه اتصل على صاحبه لكن تليفون صاحبه اتقفل. اتصل كتير بصاحبه تليفونه مقفول، مره واتنين وتلاته وعشره برضه تليفون مقفول. نزل بسرعه في الشارع عشان يدور على حد يسلفه لكن دون جدوى. حس ان الدنيا اسودت في عينه، من ناحيه امه مريضه ومن ناحية صديقه خزله وما بقاش عارف يعمل ايه. رجع على البيت وهو زعلان جدا، لقى امه نايمة في هدوء وسكينة وجنبها شنطة العلاج. سأل اخته مين اللي جاب العلاج ده، قالت له صاحبك جه وجاب العلاج ومشي. فرح جدا والدمع بقى في عيونه وخرج بسرعة يدور على صاحبه لحد ما لقاه. قال له انت كنت فيه ما رضيتش عليا ليه، قال انا كنت ببيع تليفون علشان اجيب العلاج لوالدتك. نتعلم من الحكاية دي معنى الوفاء مش المصلحة، هو ده شرف الصداقة. الحكاية بتقول إن سيدة غريبة جدا راحت لراجل واقف على باب بيته وقالت له أنا محتاجة منك طلب ممكن تنفذه لي، قال لها تحت أمرك. قالت له ممكن تمشي معايا عشان بس عايز أخلص حاجة كده تخلصها معايا، قال لها ماشي تمام. ومشي معاها لحد ما وصلوا عند دكان سايغ، وقالت الست للسايغ زي ده بالظبط، وبعدين الست سابت الراجل واقف عند الصايغ ومشيت. فالراجل سأل الصايغ قال له هو في إيه أنا مش فاهم حاجة. فالراجل قال له الست دي جات لي وقالت لي انا عايزاك تنقش صوره شيطان على الخاتم. فقلت لها هو انا اعرف شكل الشيطان علشان انقشه على الخاتم، فمشيت ورجعت بيك. في عصر المماليك استدعى حاكم 3 مشايخ، سالهم عن حكم الشرع في تزوير الانتخابات. رد الاول وقال انه من المعذورات اذا طلبت المخابرات. رد الثاني حتى لا نمنع نجاح الزنديق يجوز ان نلعب بالصناديق. رد الثالث وقال التزوير حرام غش وفساد بين الانام. ومشوا الثلاثة. بص الحاكم كده للمساعد بتاعه وقال له اكتب القرار ده، انا عينت الاول قاضي القضاء فهو كذاب ويعلم انه كذاب وهذا النوع مطلوب، وعينت الثاني امام للمسجد الكبير فهو محتال ويعلم انه محتال وهذا النوع مرغوب، اما الثالث نسحب منه رخصة الخطابة لانه صادق ويعلم انه صادق وهذا النوع مشطوب. وبعدين بص للمساعد بتاعه كده وسأله انت ايه رأيك في تزوير الانتخابات. رد المساعد وقال له انا برضو يا مولاي حفتي وانت موجود. فضحك الحاكم قوي وقال له يا عزيزي انت منافق وهذا النوع محبوب. الحكاية بتقول ان رجل تزوج من واحدة اسمها فتنة، وكان زمان الرجل والست ما بيشوفوش بعض غير ليلة الدخلة. فلما دخل عليها ليلة الدخلة لقاها وحشة جدا 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 ولا يعلم قبحها الا الله. فزعل جدا جدا واستنى لحد ما نامت خالص، وبعدين لم هدومه وخرج. والدته قاعده في الصاله شافته بتقول له انت رايح فين، قال لها انا ماشي وسايب لكم البلد بحالها. قالت له طب وفتنه، قال لها الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. الحكايه بتقول ان كان في راجل عنده حمار، الحمار ده رفس مراته موتها، وبعد فتره الراجل ده اتجوز تاني برضو الحمار رفس مراته الجديده موتها. فالراجل ده قاعد في العزا فالستات بتروح لتعزيه يقوم يهز دماغه كده بمعنى نعم، الرجاله تروح تعزيه يهز دماغه بمعنى لا. فواحد وقف مراقب من بعيد فسأله قال له لما الستات كانت بتيجي تعزيك كنت بتقول لهم نعم،
او ايوه، لكن لما رجالك بتيجي تعزيك كنت بتقول لهم لا. ممكن افهم ايه الموضوع؟ فالراجل قال له الرجاله لما كانت بتيجي تعزيني بتقول لي انت هتبيع الحمار، كنت بقول لهم لا، والست كانت بتقول لي انت هتتجوز تاني، بقول لهم اه.